زياد، أنت من حملة تشد الرحال إلى مدينة القدس. صح. هذه الحملة ليست المرة الأولى، هي المرة الثانية أعتقد، كانت في السنة الماضية كان هناك تحرك من هذا القبيل. أولا لو تعرف المشاهد عن هذه الحملة التي حسب ما نعرف يشارك فيها العديد من ليس فقط الفلسطينيين إنما أيضا حتى ربما غير الفلسطينيين ومن خارج فلسطين يأتوا إلى مدينة القدس. الحملة هي في البداية فكرة كانت خاصة بالفلسطينيين المغتربين، وبدأت الفكرة من عند المغتربين الفلسطينيين نتيجة شعورهم بأنه أولادهم وصلوا لمرحلة اغتراب مع مدينتهم مع قضيتهم، نتيجة تعايشهم لفترات زمنية طويلة خارج فلسطين وعدم تواصلهم الجغرافي، تواصلهم الدائم، نتيجة كمان أنه في بعضهم أطفال لاجئين، ففقد الاتصال مع قضيتهم، فأصبحوا الأطفال يعني البعد نفسهم البعد عمل عمله عمليا يعني البعد طبعاً. هذا عن القدس وعن فلسطين أكيد. بيخلي الواحد ربما حتى يتناسى أو ينسى كثير قضايا فلسطينية، فحتى الأطفال أصبحوا يعرفوا أنفسهم مش كفلسطينيين، يعرفوا أنفسهم مثلا كبريطاني أو كأمريكي، فهون ضربت ناقوس الجرس عند بعض المغتربين الفلسطينيين اللي بدأوا بهاي الفكرة وبدأوا بحملة اللي بدأت في البداية على صفحات الفيسبوك، ومنها انطلقوا لتشكيل لجان. فهلأ في عنا لجان للحملة موجودين في جميع أنحاء العالم بعدد كبير من الدول، في كل دولة في منسقين لهاي اللجنة، والهدف من الحملة هو إحضار أكبر عدد من المغتربين الفلسطينيين ومن العرب كمان اللي موجودين في الخارج وبإمكانهم أنهم يجوا على فلسطين، أنهم يجوا وبالذات أنه تكون الإشي موجه باتجاه مدينة القدس. أنا حكيت عن التواصل من خلال هذا الموضوع، تواصل عبر الفيسبوك، تواصل عبر وسائل مختلفة من أجل الحشد. يعني أنا عرفت عن الموضوع من خلال الفيسبوك في المرة الأولى وأيضا في المرة الثانية، وكان في اتصال مع أحد الأخوة أحمد عليان من المملكة العربية السعودية. هناك أيضا نشاط يقومون به ملتقى الفلسطينيين في المملكة العربية السعودية، ويحاولون قدر الإمكان حشد أكبر عدد ممكن من الناس من أجل الذهاب إلى مدينة القدس. متى ستبدأ هذه الفعالية؟ الفعالية بدأت من العام الماضي. العام هذا راح تكون خلال الصيف، لم يحدد لسه التواريخ النهائية لإلها، لكن إحنا بدأنا في عملية الحملة كحملة وبتنفيذها على أرض الواقع هي من العام الماضي. في شهر 7 العام الماضي كان في عنا وصول لعدد من المغتربين، والإشي الجميل في الحملة إنه انطلاقة الحملة وأول مؤتمر بتقيم فيه الحملة قامته من داخل البلدة القديمة في القدس. طب الآن يعني هل يقتصر فقط على مدينة القدس أم أنه مفتوح مثلا لكل فلسطين؟ لا، هو مفتوح لكل فلسطين، لكن الأساس التركيز هو على مدينة القدس. بمعنى أنه إحنا العام الماضي لما أجت الحملة كان في عنا زيارة لمعظم مناطق الشمال الفلسطيني، إن كان المحتل سنة 48 أو المحتل عام 67، يعني كان في عنا زيارة لعكا، زيارة لحيفا، كان في عنا زيارة لقلقيلية، طول كرم، سلفيت، فكان في جولة على جميع المحافظات الشمالية. المرة هذه إن شاء الله راح يكون في على المحافظات شمال الضفة وجنوب الضفة كمان بالإضافة لمدينة القدس، لكن التركيز والانطلاقة دائما بتكون من مدينة القدس وخاصة كمان من البلدة القديمة. بتعرفي في هاي الفترة في هناك حملة على أولئك الذين يأتون لزيارة مدينة القدس من أجل مناصرتها ويصفونهم بأنهم يطبعون وما إلى ذلك من هذا الحديث. في ظل ذلك أنت تقولي أيضا أن الزيارة لا تقتصر فقط على القدس وعلى الضفة إنما أيضا على مدن فلسطينية في داخل الأراضي المحتلة عام 48، هذا ما يخشى منه كان أولئك الذين نادوا بعدم زيارة مدينة القدس، أقصد العرب. برأيك شو كيف أنت تبتسمي؟ ليش ابتسمت؟ لأنه إحنا ما توجهناش لأراضي 48 عشان نروح على تل أبيب أو عشان نروح على ملهى ليلي، ولا إحنا توجهنا لمساندة إخواننا في منطقة 48 وأهلنا في 48 اللي هم جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني، حتى لو كانوا هم يخضعوا للاحتلال من سنة 48 لكن هم جزء منا، جزء لا يتجزأ منا. إحنا كفلسطينيين إن كنا في الخارج أو في الداخل فيش عائلة منا إلا في إلها أقرباء في 48، أقرباء في الخارج، أقرباء في الضفة، فإحنا شعب مشتت، لكن هذا التشتت ما بيعني إنه إحنا ما نتواصل مع بعضنا البعض. وجزء
جزء من دعمنا للهوية الفلسطينية لأهلنا في 48 هي كمان إنه إحنا نكون على تواصل معهم. لكن إشي أكيد إنه إحنا منحافظ خلال الحملة على إنه إحنا ندعم الاقتصاد الفلسطيني فقط، بمعنى إنه إحنا لما بنتواجد في مدينة القدس بتكون الفنادق اللي بينزلوا فيها هي فنادق فلسطينية، المطاعم اللي بيأكلوا فيها هي مطاعم فلسطينية، يعني التواجد والتمركز بشكل أساسي هو لدعم الاقتصاد المقدسي كمان من خلال هاي الزيارات. فما بنكون من بات بفنادق إسرائيلية لا في القدس ولا في 48، حتى لما بنتوجه لمناطق 48 بيرجعوا وبباتوا في مدينة القدس، فالدعم المادي هو موجود لمدينة القدس، بيعود كله للقدس أكيد. لكن التواصل مع أهلنا هذا إشي يعني مطلوب منا وواجب علينا. أما بالنسبة لما قضية التطبيع، فبتخيل إنه أمين الحملة اللي هو دكتور هشام التلاوي تناول هذا الموضوع بمقالة، وأنا كمان كمنسقة للجنة في القدس تناولت الموضوع، وكمان أحد أفراد اللجنة في الأردن كمان الصحفي محمد أبو عمر كمان هو تناول هذا الموضوع بعدد كبير من المقالات، وناقشنا هذا الموضوع. قدوم الفلسطينيين، قدوم العرب لمدينة القدس هو مساند وداعم للقضية الفلسطينية. إحنا ما بنحكي إنه والله العرب يتوجهوا ويأخذوا تأشيرات من السفارة الإسرائيلية أو إنه يفتحوا العلاقات على مصراعيها مع إسرائيل. إحنا بنحكي عن العرب اللي موجودين في الدول الأوروبية اللي هم مش بحاجة لفيزا إسرائيلية، مش بحاجة لأي أذنات إسرائيلية عشان يوصلوا. وقبل لحظات كان معك الأخ ديمتري وذكر إنه إحنا عمالنا منرحب بالأوروبيين، فليش منرحب بأبناء جلدتنا وأولادنا اللي هم لازم يكونوا على تواصل مع شعبهم ونحافظ على هويتهم اللي عمالهم بفقدوها أطفالنا بالخارج. وقدومهم لهان وتواجدهم هان بعيد الترابط مع القضية تبعتهم، بعيد الترابط مع المدينة المقدسة، المدينة اللي أصبحت في كتير من الأوقات مدينة أشباح. صحيح، خاصة في ساعات الليل وحتى يعني بعد الظهر بتبلش المحلات تغلق. احنا تجولنا وشفنا كيف الوضع هناك، فعلا وضع خطير جدا، ووجود العرب في داخل المدينة بيساهم إلى حد ما فيها. ولكن تبقى مسألة ما يقال حول قضية التطبيع وما إلى ذلك. هل أنتم في حملة شد الرحال إلى مدينة القدس عمليا هي بدأت قبل أن يتم الحديث عن قضية التطبيع وما إلى ذلك؟ هي بدأت منذ فترة طويلة. شو كان الهدف الأساسي من هذا الموضوع؟ الهدف الاساسي زي ما احنا حكينا انه احنا نقضي على حاله الاطفال، لا يعني نعرفهم او انه مثلا هي كمان تلاحم للكبار، لانه العائلات كعائلات فلسطينيه تأتي العائله كلها ان كان اطفال او كبار، لانه احنا بنحكي عن اجيال طويله اللي نشات في المنفى او ولدوا حتى برا في ولدت في الخارج، مثل الفلسطينيين المهجرين من 48 اللاجئين. صحيح. فهدول 60 عام بيعملوا كتير بداخل نفسية وعقلية الشخص. فبناء عليه كان إعادة تكوين الهوية، إعادة ربطهم بالقضية. كان لكم موقف أنتم في جمعية شد الرحال بعد زيارة مفتي الديار المصرية والأمير غازي بن محمد إلى فلسطين، إلى القدس تحديدا، كان لكم موقف مثلا أنه مثلا تدعموا وتشدوا على أيدي هاي الناس؟ كان في طبعا عندنا في المجموعة تبعتنا وبالصفحات كان في ذكر لهذا الموضوع ودعم وترحيب بهذا الموضوع. أنا كان إلي الشرف أني ألتقي في الأمير وبالمفتي في داخل المسجد الأقصى، وكان إشي يعني جدا مؤثر في داخل الجامع وعلى الناس اللي موجودين بشعورهم بأنه في ناس عملها بتهتم. طب في ناس برضو كمان بيعرفش هاي الشغلات في خارج فلسطين، موجود في الدول العربية بيحكي لك أنه داخل المسجد الأقصى هناك جيش إسرائيلي، هناك مستوطنين. أنت بتدخل المسجد الأقصى، المسجد الأقصى من خلفنا هي هون، ما إحنا شايفينها في ساحات المسجد الأقصى. هل إنه المكان داخل المسجد الأقصى، ساحات المسجد الأقصى، في تواجد إسرائيلي يعني بيحتك معه المصلي؟ أنا عاملة بداخل المسجد الأقصى، أنا من موظفين المسجد الأقصى. المسجد الأقصى هو 144 دونم، مش فقط المباني، مش قبة الصخرة، مش المبنى الجنوبي اللي عادة يطلق عليه الناس المسجد الأقصى، كل المكان هو المسجد الأقصى. في خلال وقت الزيارات للسياحة من الباب المغاربي اللي إحنا كفلسطينيين وكأردنيين فقدوا السيطرة عليه من سنة 67، بتم دخول للسياح والمستوطنين
كفلسطينيين كمان من هذا الباب بساعات معينة اللي هي ساعات السياحة، بتواجدوا بداخل ساحات المسجد لكن ما بتواجدوا بداخل المباني الداخلية. إشي طبيعي إنه في بعض الأحيان بيصير في احتكاكات، خاصة لما بحاول حدا من المستوطنين في مناسبات معينة، مش بشكل دائم، مش بشكل دائم، لكن إذا زي قبل أسبوعين مثلا حاول أحد مش محاولة اقتحام، حاول أحد فيهم إنه يصلي في داخل المسجد. دائما إحنا بنقرأ في الأخبار إنه بيصلوا بيصلوا، فعليا ما بيصلوش، فكان هاي محاولة للصلاة وتصد فورا لإلها الحراس المسجد الأقصى وإدارة المسجد الأقصى، كان الشيخ حسام الخطيب والشيخ عبد العظيم. صحيح، بس كان هي فترة صباح، كانت الساعة تقريبا 8:10 لما صار الحادث، فكان التواجد الأكبر هو من موظفين الأوقاف اللي هم قاموا بعملية الدفاع. لكن بنفس الوقت وجود المسلمين بأكبر عدد ممكن بداخل المسجد هو بحد ذاته مانع. فأنا جدا، مش بس أنا فقط، جميع المقدسيين اللي بيشوفوا أهلنا في جنوب إفريقيا وفي بريطانيا اللي عندهم ظاهرة جميلة جدا عمالها بتتزايد، قدومهم للمسجد الأقصى وإنه بيحرموا للعمرة من المسجد الأقصى وبنطلقوا بالإحرام من المسجد الأقصى، فهذا إشي كتير قوي، وهذا الإشي اللي إحنا بنسعى له في الحملة. يعني إحنا مش فقط موجهة طبعا للمسلمين، هي موجهة للمسلمين وللمسيحيين من العرب، نعم طبعا، إنهم يتفضلوا على المدينة، لكن تواجدهم في داخل المدينة هو بيعطي كمان نوع من الحماية، بيعطيهم نوع من العزة، وفي عرب وإنه في حدا متذكرهم، لأنه أهل القدس وصلوا لمرحلة يأس، وصلوا لمرحلة إنه ما حدش متذكرنا، ما حدش سائل فينا، إحنا بمواجهة الاحتلال. بالعكس، حتى اللي بيزورنا بيحكوا له تزوروش، حرام، يعني مقاطعة، يعني صفت هي مقاطعة لإلنا. كتير مؤسسات مثلا حتى لما بتيجي بتشتغل بتقول لك إحنا لا بنشتغلش بالقدس، مندعمش أهل القدس، كما يقول البعض إذا بدهم إيش طبعوا فليغلقوا السفارات مثلا في دولهم. صحيح. أو ما يسافروا للدول هذه، والمكاتب التجارية اللي موجودة عندهم. إحنا اللي بدنا إياه إنه يكون في تواجد عربي في مدينة القدس، حتى يكون ثابت إنه هاي المدينة هي مدينة عربية، مدينة مقدس. إحنا ما بنحكي طبعا وما بنطالب إنه الدول العربية إنها تفتح سفارات لإسرائيل أو إنها تعمل تطبيع مع إسرائيل، لا، إحنا بنطالب إنه العرب اللي بيقدروا يوصلوا لإلنا، المسلمين اللي بيقدروا يوصلوا لإلنا يتفضلوا ويزورونا، يدعمونا، يدعموا وجودنا، يعطوا شبابنا وأطفالنا الإحساس بأنه هم مش منسيين ومش مهملين. واللي بده يطبع في طرق كثيرة للتطبيع بطبعه بدون ما يجوا، يعني ما فيش داعي يجوا عشان يطبعوا. أشكرك جزيل الشكر عبير زياد من حملة شد الرحالة القدس، ونتمنى لكم النجاح إن شاء الله، وسنتابعكم في عملكم هذا. إذن أعزائي المشاهدين، فاصل ثم نتابع.